الآن نأخذ الدريفتيف. طيب الكونتريبيوشن حق الدريفتيف اللي هو ام في دي عبارة عن كي سي ضرب تي دي مشتقة الايرور. طيب عشان نفهم هذه الفكرة لازم نتذكر يا شباب ان الانتجريشن سابقا هو عبارة عن تجمع accumulation، يجمع حاجة ويضيف عليها شيء جديد، بعدين يضيف شيء ثالث على اللي جمعه قبل شوي، ثم حاجة رابعة على اللي جمعه قبلها بلحظات، ثم حاجة خامسة على اللي قبلها بلحظات، فهو يسوي accumulation، تكويم، يراكم ويجمع، يراكم ويجمع ويكون. هذا الانتجريشن في المعنى الفيزيائي. فأنت في المعنى الفيزيائي أن تجمع ما مضى ومع الحاضر، فتجمع ما مضى مع الحاضر. يوم تجي عند الديرفاتيف أو الاشتقاق، طبعا مأخوذة من اشتقاق، اشتقيت شيء، استخلصت حاجة من حاجة، فأنت تتكلم عن مقدار التغير لهذا الشيء عبر الزمن، يعني كم يستغرق أو كيفية تغير هذا الحاجة أو هذا الشيء عبر الزمن. طبعا نعبرها على شكل function اللي هو ايش الديرفاتيف. طيب التي دي اللي هو الديرفاتيف تايم، ايش مهمية، ايش أهمية هذا الديرفاتيف يا شباب؟ الآن احنا عانينا من البروبوشنال باند، قلنا مشكلة البروبوشنال باند انه كل ما ضاق زيادة صغر الايرور بس ما ألغاه، بس نزود نسبة الاوسيليشنز، يعني في هاي مور فلكتشويتنج ان ذا ام في. We solve it by introducing the integration. It eliminates the offset error. هو صحيح ألغى offset error، لكن مش سوى. But it increases the settling time and increasing the peaks values. وزود نسبة البيكس، يعني maximum overshoot تزداد معايا هنا. طيب إحنا نحتاج إلى حاجة ساعدة ثانية أخرى تخفف هذه البيكس وتقلل settling time. مين هو؟ TD. هنا يبدأ التي دي يجي دوره يا شباب، يبدأ يخفض نسبة ايش؟ البيكس، يبدأ يخفض ايش؟ نسبة البيكس، يبدأ ينزلها شوي، يعني يسوي لها smoothing response. والكيسي مع مضروبة مع التي دي تضاف مع مشتقة، يعني معدل تغير الخطأ عبر الزمن، فنحسبهم نضربهم علشان يسوي نوع من التحسين لاستجابة الام في. فبدل بي ام في فقط تستجيب لي على الام في، بدل ما تستجيب لي على البروبوشنال بارت وتكون استجابتها غير متزنة، فبالتالي يكون نوع من الارتجاج الزائد، لا احنا نقول لا، زودها بزيادة مسبقا نستبق الاحداث، ثم بعد ما بدنا نشوف ان فيه تغير بدأ يخف او ينقص نبدأ نشيل تأثير ايش الزيادة هذه ونرجعها للزيادة الاصلية حقت البروبوشنال. فبالتالي تكون استجابة البي في متناسقة، وفي نفس الوقت الام في رجعت لما قبل الاستقرار وتدرج تدريجيا بهدوء الى الاستابيليتي او الاستقرارية. فهو هنا يتوقع الاكشن الذي سوف يكون في المستقبل. طيب لاحظوا هنا المعادلة يا شباب، هذه معادلة حقت بي دي مود. طبعا احنا تعمدنا نشيل الانتجريشن عشان نشوف تأثير الديرفاتيف مع وجود البروبوشنال بارت. الديرفاتيف لحالها ما تشتغل، لازم يكون فيه بروبوشنال. طيب هذا الانتسيبيتوري كنترول اكشن، ذا دريفتيف مود از لين تو ستابلايز ذا كنترولد بروسيس. خلونا ناخذ اكزامبل، عندي هنا ايرور، هذا الايرور متغير، ما قبل 10 دقائق صفر، ما بين 10 دقائق 15 دقيقه عباره عن معادله خطيه، تمام، يشبه الرام فانكشن، بس هذا مو رام فانكشن. الرام فانكشن يا شباب نفس اللي قدامكم، بس العشرين هذه لا، يعني من تي أصغر من عشرة يكون صفر، وبعدين عبارة عن فور تي إذا كان تي أكبر من عشرة على طول، هذه نسميها رام فانكشن. لكن هنا اللي قدامي هي رام فانكشن، والسبب لأني مثبتها عند 20% بعد الزمن 15، فيه تشبه الرام فانكشن. طيب هذا المود بيموت عند هذا الزمن أكبر من 10 دقائق، يعني قبل 10 دقائق ما في خطأ، ما في ايرور. طيب لنفترض أني أعطيتك الكي سي يساوي 1، التي دي يساوي 2، الام ار تساوي 30، وهذا الخطأ الموجود، خلاص عوّف المعادلة. كي سي ضرب ايرور، الكي سي 1 ضرب الايرور 0، طيب كي سي ضرب التي دي 1، التي دي ب 2، أوكي مجموع ب 2، مشتقة الصفر 0، 30،
فهنا يعطاك صفر زائد صفر زائد MR اللي هي 30، يعني الناتج يكون إيش؟ MR 30. طيب ما بين 10 و15 دقيقة، هنا في معادلة خطية 4T، يعني كل دقيقة يزيد نسبة 4. أوكي، نسوي لها عملية اشتقاق. مشتقة الأربعة تي، التي بتروح يبقى لي فقط 4، يعني معدل التغيره عبارة عن 4. طيب نضربها في التي دي 2، نضربها في الكي سي 1، 2 × 4 = 8. طيب نجي عند الأربعة تي اللي هي معادلة الايرور الأصلية، نضربها في الكي سي، طبعا الكي سي 1، 4 × 1 = 4، 4T. معناته عندي هنا 30 MR، أضفنا عليها 8 إضافية، أضفنا عليها الفورتي حقت البروبوشنال بارت. لاحظوا 38 هذه تشمل تأثير effectiveness أو contribution حق الديريفيتيف، بالإضافة للكونتريبيوشن حق مين؟ الأمار. مداخلة الديريفيتيف مع قيمة الأمار، هذا هو من 38. بعد 15 دقيقة يكون الإيرور ثابت، يعني ما في شيء يتغير بالزمن، معدل التغير هنا توقف اصلا، خلاص ما في عملية توقف، ما في عملية تغير، مجرد قيمة ثابتة. طيب ناخذ المعادلة نعوضها، عندك 20 في كي سي، يعني 20 في 1 = 20. اوكي، الامار 30، يعني 30 + 20 = 50، ما عندنا مشكلة. لكن العشرين لانها ما تتغير عبر الزمن، فاذا سوينا اشتقاق اصلا ما في تغير، معناته ما في rate of change، زيرو rate of change، زيرو صفر، فمعناته صفر ضرب 2 تي دي اللي هي 2 تي دي، صفر ضرب 1 للكي سي، صفر، الناتج صفر، يبقى لي فقط 50. لاحظوا شباب، قبل الزمن 10 الفعلي الافكتيف تايم ما كان موجود قبل 10، معناته الام في كانت على MR. لحظة الصفر اللي عند العشر دقائق هي لحظة الصفر اللي هو الافكتيف تايم. طيب الافكتيف تايم كان عندنا عبارة عن 38%. طيب بعدها بدقيقة، بعد الافكتيف تايم after the effective time with 1 minute you will take 1 × 4، لأن هذا هو التأثير حق البروبوشنال، in addition to the contribution of derivative and MR. يطلع الناتج كم؟ 42. يلا بعدها بدقيقتين، بعد الزمن الصفر لحظة الصفر بدقيقتين، ناخذ الدقيقتين هذه نضربها في المعامل، معامل التغير حق الايرور، ونضيف عليها مداخلة الدريفتيف مع قيمة المانيوريست، تصبح 46. وهلم جرى. طبعا هنا يا شباب الحسبة مبنية على ان سواء انتجريشن او الدريفتيف مبنية على ايرور يكون ايش؟ دايركت. ها لاحظوا هنا يكون دايركت، انا نسيت ما نبه في الانتجريشن، بس برضه العملية دايركت، هنا دايركت كالكوليشن حق الايرور. ها نجي هنا عند ال 15، الزمن الفعلي حق ال 15 او الزمن المؤثر حق ال 15 هو 5، يطلع كم؟ 58. طيب بعد ال 15 لان تونا حاسبينها طلعت ايش؟ 50. لاحظوا شباب الثمانية اختفت، ليش؟ لان التغير توقف، فمفعول الدريفتيف توقف كمان، هذا هو اللي صاير. لاحظوا شباب هنا كان هنا عندنا بي في، لسبب من الأسباب ارتفع، بعدين كمل، خطأ ثابت مستمر، لازال ايش؟ مستمر. طيب ايش اللي يصير معي؟ هنا خطأ يا شباب، المفترض يكون الايرور هنا يتغير عبر الزمن، في خطأ هنا شباب في الحسبة، المفترض هنا هذا يرتفع، المفترض إيش؟ يرتفع بعدين يوقف عند قيمة معينة، هنا في حسبة خطأ، لأن لو ثبتناه وبوريكم إياها بشرحها لكم من الحين بعد شوية. طيب يا شباب لاحظوا ليش أنا أقول ما تمشي معنا، أنا أبغاكم تشوفون هنا يا شباب إيش اللي صاير. خليني بس اصغر هذه شوي، ايوه. اذا كان الخطا ثابت بعد الزمن 10، خلينا نقول ايرور 0 قبل 10 و20 بعد 10، واعطيتك كي سي يساوي 1، التي دي يساوي 2، الام ار يساوي 3 30،
طيب هنا معادلة تي دي البي دي مود عوض، تمام، معناتها ما بعد قبل العشرة اللي يكون صفر عوضهم في القانون يطلع لك 30، نفس الشيء. طيب بعد العشرة عوض العشرة هنا العشرين، قصدي 20 في 1 ب20، اوكي 2 في 1 اللي هو الكي سي ضرب التي دي ضرب مشتقة كمان العشرين، طبعا هذه 4 غلط، المفروض مشتقة العشرين، الاتحال مشتقة الثابت الشيء صفر، فقط اعطاك فقط 30 والكونتريبيوشن حق البروبوشنال 50. يعني في الحالة هذه there is no effectiveness for derivative contribution، يعني ال MVD هنا does not change anything here، ما غيرت هنا ولا حاجة. لاحظوا هنا شباب ال B في ال old اللي كان 6 point، بعدين جينا ناخذ الجهاز ال source current source اللي خدعنا فيه الكنترولر ورفعنا القراءة حقة ال B V بزيادة 20% فوق ال 6 point اللي صار B V new، هنا صار اللي حطوه هذا الأحمر يمثله. يوم جينا نسوي ال B D mode تأثيره كان عند ال 30 هنا في أمان الله، 0 10 20 30 بعدين زاد كم؟ 50 40 50 وهلما كمل. يعني الدريفتف هنا ما سوى اي شيء، لحطوا النتيجة كأنها بروبوشنال مود فقط، لأن ما في عملية تغير عبر الزمن هنا، فقط لحظة وخلاص، ما في معدل تغير عبر الزمن. هذا هو المفترض يكون الريسبونس حق البي دي وليس اللي كما موجود في الكتاب. يعني في الكتاب أنا غلطان في البي في، رسمة البي في غلط. نرجع لرسمتنا، لاحظوا هنا يا شباب طبعا البي في هذا اتفقنا عليه غلط، المفترض ايش يكون يا شباب؟ المفترض ان يكون هنا معادلة خطية ترتفع من هنا الين عند كم؟ كم قلنا الايرور يتوقف عند العشرين، فيعني يرتفع 30 زائد 20 50، يعني المفترض انه يرتفع او خلنا نقول من 45 اللي هو هذا الست بوينت البي في، 45 زائد 20 كان يساوي 65، يعني المفترض يكون هنا خط مستقيم مستمر حتى 65، حتى هنا يا شباب. بعدين يكمل بعد 65، يكمل هذا يثبت على 65، لأنه عبارة عن 65 ناقص 45 كم؟ 20، الفرق حيكون إيش؟ 20، هذا المفترض. لكن هذا خطأ يعني نتحاشى إن شاء الله في المستقبل. طيب اللي صاير الـ MV ارتفعت بمقدار، لاحظوا كانت عند 30 وارتفعت تقريبا إلى 38، بعدها كملت خطيا، بعدين بدت هنا زيت نزلت. لاحظوا الخطي هذه هو بتأثير الإيرور مضروبا في جين، لو أنها بربوشن الحالة كان يا شباب ارتفع من هذه النقطة مباشرة إلى هنا، إلى كم؟ إلى 50، من 30 إلى 50 بشكل خطي. لكن إيش سوى هو الدريفتيف؟ أضاف 8% زيادة فوق الواقع، تسبق وسرع، يعني الاستجابة هنا صارت أسرع شوي، استجابة الـ MV أسرع، فسرعت الـ MV زيادة، ويوم توقف معدل التغير رجعت الـ MV لطبيعتها، فقط صار عندك فقط proportional effectiveness، يعني التأثير حق الدريفتيف كان في هذه المنطقة فقط. كان فين؟ في هذه المنطقة، هذا تأثير ايش؟ الدريفتيف يا شباب. حلو، يعني هو خلص لي مشكلة الارتجاج المستقبلي لأنه سرع في عملية رفع الـ MV مبدئيا، فقلت عملية الـ MO يعني البيكس حقات الـ PV بتقل معايا، لأن الـ MV استبق الحدث فهو رفع من بدري علشان ما يرتفع الـ PV أكثر من اللازم، فتبدأ الأمو تنزل تهبط. طبعا أكيد لأن أقول لك ما مجرد أن يهبط التغير يقل نسبة التغير يقل تأثير الديرفتيف، فينقص تأثير الـ MV فتهبط الـ MV بشكل أسرع من المتوقع، فيكون السيتلينج تايم هنا يكون وقت زمنه أقل، خلاص استقرت اختفى الديرفتيف. هذه هي أهمية الديرفتيف. طبعا يا شباب الديرفتيف مشكلته يا شباب زي ما قلت لكم إن في النويز ما ينفع،
يقول لك ايش يصير، يقول لك if contain high frequency، هذا من هو البروسس. اذا كان البروسس الديناميك حقه البروسس اللي نقيس فيها البي في، اذا كانت المجرمات حقتها نويزي يعني فيها فيها نويز شويه وشوشره زايده شوي، معناتها فيها higher frequency fluctuating، then the derivative measured variable change widely، بيزودها والدرفتكشنة وبيضخم النويز أكثر، إلا إذا سويت عملية فلترة للقياسات. معناته نادر ما يستخدم في الفلو كنترول لأنه سريع الفلو عادة والغازات، فأي fast process is not recommended to use derivative. هذه قاعدة، الفاست بروسس you cannot use derivative with it. تمام، معناته ذا الحين الآن يجينا نكتب هنا شباب نكتب هنا، نبغى نكتب تأثيرات حق الديرفيتيف. عذرا تي دي اب و يقتضي ان تي اس مش اللي يصير فيه يقل، وهذا هو الهدف الرئيسي. وكمان ال ام او ايش يصير فيها كمان بعد، معليش نحط ما هذه ال بالنسبة للأوفست إيرور، is not that much effective، ليست مؤثرة بهذا الشكل. طيب لكن المشكلة ان التي ار هنا تزيد معايا يا شباب، هذه احد السلبيات بعد، معناتها يا شباب هنا نقدر ناخذ خلاصة الموضوع. البروبوشنال انستنتينيوس تشينج ذا بريزنت تايم، تغير لحظي في الزمن الحاضر. الانتجريشن كونتريبيوشن ويل اد ذا باست وذ ذا بريزنت اند ات ويل اليمينيت ذا اوفست ايرور ذات بروبوشنال باند بروبوشنال كونتريبيوشن كود نوت اليمينيت ات بات ات ويل انكريز ذا سيتلينج تايم اند ذا بيكس فاليوز اوف ذا ريسبونس. يعني البروبوشنال تغير لحظي في الزمن الحاضر لكن ما يلغي الايرور اوفست ايرور، فنضطر نستخدم الانتجريشن اللي هو عبارة عن جمع للماضي مع الحاضر ويجمع ويجمع ويلغي الاوفست ايرور، لكن مشكلته انه يزود عملية ايش الانتقال، يطول فترة الانتقال، وكمان يزيد في قيم البيكس القصوى، القيم القصوى حقت الاستجابة. طيب in order to solve it we will add derivative that will improve the response, reduce the peaks values, reduce the settling times, but it will increase the rising time. عندك settling time بينقص وعندك البيكس بتنقص قيمتها لانك ايش حطيت derivative، بس مشكلة انك اذا حطيت derivative الريزنج تايم بيطول شوي، يعني على بال يرتفع من عند اول تغير له الين يصل قيمة السيت بوينت بياخذ وقت اطول من المعتاد، لكنه فترة الانتقال حقتها بتكون أقل، شورتر بيكون أقل. تمام، ولو زودته أكثر من اللازم بتزيد الهاي فريكونسي في الام في، وبالتالي أنت تعرضه لهاي فلكتشويتنج مور ذان ريكويرمنت، وإن كان بيعطيك استجابة ناعمة، بيعطيك استجابة ناعمة فيها شوية ريبلز خفيفة كذا، لكن الاستجابة الناعمة الريبلز زي ما هو موريكم هنا في الرسمة. لاحظوا الآن يا شباب
عندكم على سبيل المثال هذه الاولد اس بي وهذه النيو اس بي. طيب بسبب ان الدريفتيف عالي استجاب الام في معايا. لاحظوا كيف كان مثلا عند الثلاثين، بس شوفوا كيف بيكس عالي بعدين فريكس عالي، هنا فريكونسي عالية، ام في تعرضت لفيري هاي فريكونسي. البي في لاحظوا سموث، الارتفاع حقها ناعم، شوية ريبل خفيفة، طبعا ريبلز كذا خفيفة، وبيكس صغير كذا بعدين استوى على ست بوينت وماشي تمام، فيري سموث وذ ريبل بات فيري هاي تيرنز. لاحظوا على انها ريبل واستجابته ناعمة واستجاب، لكن لاحظوا التي ار حقها طول، اخذ فترة طويلة. شوفوا لاحظوا فترة من هنا ومن هنا، العادة كان يرتفعون يجون هنا او من هنا، لكن هنا لاحظوا فترة طويلة طول التي ار حقه، اخذ فترة طويلة على كأنها تقريبا اشبه ما يكون بالتي اس، بقيمة التي اس هنا. فهذا عيب الديريفيتيف طبعا. على كذا يا شباب احنا نقدر نقول الان البي اي دي نقدر نستخدم بنسبة 70% إلى 50% أو 60% من التطبيقات. البي مود يستخدم في بعض التطبيقات. البي آي يستخدم في الفيري سلو بروسس، الفيري فاست سوري، في الفيري فاست بروسس. البي آي دي يستخدم في الفيري سلو بروسس علشان ما يسرع، ما يصعد عملية النويز. دونت انكريز ذا دريفتيف ان اوردر تو افويد انكريزينج ذا نويزي ميجرمنت. Don't increase the TI more than enough because it will increase the settling time. Don't increase the TI in order to also to reduce the peaks values. Don't increase the KC more than enough in order to avoid either the very high frequency, very high oscillations in the process gain, or maybe you will lead to the over damping type. هذه هي الحاجات اللي نيش تكلمنا عنها وجمعناها وشرحناها في هذه. طيب يبقى لنا فقط الاستابيليتي في الفيديو التالي.